بحكم عملي هواي اختلط بناس قد يكونون هما مصابين، فلازم بهاي الاوقات وبهاي الاثناء انا كرار العساف. حبيت الصحافة وسعيت للعمل بيها، اشتغلت باكثر من محطة فضائية. هاي منطقتي وهاي سيارتي، راح اصعد بالسيارة وراح تشوفون الطريق شلون راح يكون والمكان ايضا وين راح يكون. السلام عليكم، حياك الله حبيبي اعلام ممنون. وصلنا لدائرة الصحة ودائرة صحة النجف اللي لحد الآن ولحد اليوم تشافوا 41 حالة بدائرة الصحة، وأيضا خبرونا وقالونا أنه اليوم أكو حالات تشافي بهاي الدائرة فأجينا عليها أيضا. أستاذ سالم أريد أدخل للعزل الصحي. شلونك؟ هذا الباب هو باب المحجورين اللي يحتوون على فيروس كورونا وإصابتهم مؤكدة. قواكم الله. طبعاً حالياً المفروض نرتدي بدلة كاملة. نعم. حتى نأخذ راحتنا بالجولة وننتقل للوردة. بالنسبة للمصور أيضاً تجري علي نفس اللي يجري علي حالياً، يلبس البدلة، يلبس الكمامات. هذا هو أخطر مكان يمكن أن يدخل الشخص أو ينصاب الشخص به، لأنه هاي الغرف وهاي الممرات تحتوي على المصابين والمؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. انعزلت عن العالم الخارجي كل. كلش تمام. راح نتوجه للغرف نشوف شنو اللي جاي يصير بالغرف بالعزل. شلونكم شباب؟ نقدر ندخل؟ قواكم الله، الله يعينكم وان شاء الله ما تعبانين. شلون تشوف الحياة ويا الشباب؟ والله الحمد لله والشكر. هذا بعد كلكم عائلة لو زين. قواك الله. الله يسلمك. صار لكم ايش قد هنا؟ انا صار لي من الخميس الاربعاء كانت المسحه، كنت جوا بالخاص وجوا صعدوني الاربعاء للرجال. شنو الاعراض اللي صارت عندك واجيت اللي هنا؟ أول شيء حبيبي أشكركم، صارت عندي وجع بالرأس، سخونة داخلية. كنت مسافر؟ لا. زين شلون انتقل لك؟ صراحة ما أعرف. هاي ليان الطفلة الحاملة للفيروس، أصغر طفل بالعراق يحمل فيروس كورونا، عمرها 8 أشهر. ليان عباس من النجف انتقل إلها الفيروس لكن ما عندها اي اعراض للفيروس. شلون هالايونه؟ والله الحمد لله صحتها زينه الحمد لله والشكر. انتم شنو وضعكم؟ الحمد لله والشكر، يعني قاعد نتماثل للشفاء، نلاحظ ان جسمنا قاعد يرجع طبيعي الحمد لله والشكر. زين نتشيلها تبوسها ليونه شلون يعني راح يكون عادي؟ والله بس قاعد نشيلها البوس ممنوع علينا. همين حامل الفيروس؟ اي هم حامل الفيروس، يعني تقريبا بس سخونة. بدت بيها الاعراض ولا لا؟ هي بس سخونة خفيفة وراحت، يعني ما طولت يوم يومين راحت. لما يشوف هاي التغطية ويشوف هاي الناس شلون جاي تواجه الموت لأجلنا. احنا اختصاص صيدلة، واضافة لأنه نساند الكوادر البقية مثل المختبر مثل الكوادر التمريضية. هذه غرفة الاستخلاص، غرفة الاستخلاص أول ما ناخذ نستلم العينات راح نبدأ بترقيم العينات حسب اللي استلمناه، من بعدين راح نجهز التيوبات الخاصة بالعمل ونجهز المواد اللي تحتاج تحضير قبل البدء بالعمل. لما نجهز المواد الخاصة وناخذ العينات ونرقم العينات، بعد ذلك عندنا غرف سجل خاص بالكت اللي موجود، كل هاي الغاية حتى نطلع الـ RNA مال فيروس كوفيد 19. شعبنا العزيز، الساعة 1:30 واحنا باقيين ان شاء الله للصبح. مساعدتكم انه ورد جميلكم انه تبقون بالبيت. خاطرنا ابقى ببيتك، خاطر هالتعب ابقى ببيتك، سلامتي وسلامتك ابقى ببيتك.